الباحثون السوريون سنعيد كتابة العلم بأبجدية عربية. الظروف المالية الصعبة قد تصيبك بشيخوخة مبكرة. يمكن أن يكون تأثير المال على صحتنا أكبر مما كنا نظن، إذ تشير نتائج دراسة حديثة إلى أن تأثير ضائقة مالية نمر بها قد يسبب حدوث تغيرات في المعلمات فوق الوراثية epigenetic markers، تؤدي بالتالي إلى الشيخوخة المبكرة. قبل أن نعرف تفاصيل التجربة، من الضروري التعرف على مصطلح الوراثة الفوقية. يستخدم مصطلح epigenetic أو الوراثة الفوقية للدلالة على علم حديث نسبيا انطلق منذ 700 القرن الماضي، حين اكتشف الباحثون عنصرا يحدد المورثات التي تستنسخ وتترجم في النواة. هذا العنصر هو مجموعة المثيل التي ترتبط بالـ DNA في كل خلية، فتثبت المورثات التي ترتبط بها، وبذلك تنتقي فقط المورثات المهمة لإنتاج بروتينات هذه الخلية. وبما أن مجموعات المثيل ترتبط بالـ DNA خارجيا دون أن تدخل في بنية الحلزونية، فقد دعي هذا العلم بعلم وراثة التغيرات فوق الوراثية. للمزيد يمكنكم الاطلاع على مقالنا السابق. هذا وقد أظهرت دراسات سابقة وجود علاقة عكسية بين معدل الوفيات ومستوى الدخل، ولكن هذا البحث قد يزودنا بمعلومات أكثر دقة حول هذه العلاقة. فلقد أجرى فريق علمي من جامعة جورجيا دراسة لعينة بحثية مؤلفة من 100 سيدة متوسطة العمر من أصل أفريقي أمريكي تعيش في الولايات المتحدة. هدفت الدراسة إلى معرفة إذا ما كان للضائقة المالية أي تأثير على عمر حمضهن النووي DNA. وأخذت الدراسة بعين الاعتبار عوامل عدة، منها دخل هؤلاء النساء، إضافة إلى أي أسباب أخرى يمكن أن يكون لها تأثير على حمضهن النووي كمستوى التعلم والحالة الاجتماعية والصدمات النفسية في مرحلة الطفولة. لما اختوريت هذه العينة تحديداً؟ يعود ذلك إلى ارتفاع معدل البطالة والسجن اللذين يعاني منهما الرجال السود، ما يرخي بعبء إعالة الأسرة مادياً على كاهل تلك النسوة، وهذا غالباً ما يجعل من مرحلة منتصف العمر بالنسبة لتلك النساء مرحلة تحديات صعبة، نظراً للضغط التي تتحملنه بسبب إعالتهن لأسرهن كبار أفرادها وصغارها، أي الأزواج والأبناء، اعتماداً على عمل أو أكثر من تلك الأعمال منخفضة الدخل. استخدم الفريق في هذه التجربة طريقة تعرف باسم الساعة فوق الوراثية epigenetic clock، وذلك لتحديد عمر الحمض النووي لتلك النساء، إذ حللوا العلماء من خلال الوراثة الفوقية المعلمات markers التي تتوضع في قمة المورثات التي يستخدمها الجسم لتشغيل أو إيقاف تلك المورثات طوال حياتنا. ينظر إلى هذه الطريقة في الدراسة كساعة بيولوجية يقيم عبرها إذا ما كان الفرد يشيخ أسرع أو أبطأ من العمر الزمني الحقيقي. حلل 71 معلماً فوق وراثي يتحكم بالتعبير المورثي يعرف باسم مواقع مثيلة CPG Methylation Sites، التي ترتبط ارتباطا وثيقا بالتعاقب الزمني لمراحل الشيخوخة، ويستخدمها الباحثون لتحديد عمر الحمض النووي للنساء قيد الدراسة ومقارنته مع العمر الحقيقي للنساء نفسهن. للأسف لم تكن تطبيقات نتائج التجربة جيدة، فكما هو متوقع وجدت علاقة عكسية بين نصيب الفرد من الدخل والضغوطات المالية من جهة وتسارع الشيخوخة من جهة أخرى. وتوضح الأرقام العلاقة السابقة وفق ما يلي:
أظهر 68% من الأفراد منخفضي الدخل أقل من 3900 دولار تسارعاً في شيخوخة، وفي المقابل أظهر 70% من الأفراد ذوي دخل مرتفع أكثر من 15000 دولاراً تباطؤاً في شيخوخة. يعتقد الباحثون أن سبب ذلك يعود إلى الإجهاد الذي تسببه الضغوطات المالية، وقد أظهرت دراسات سابقة أن زيادة الإجهاد تسهم في الشيخوخة المبكرة والوفاة، وقد يكون لها تأثير سلبي على الدماغ، ولكن آلية هذا التأثير لم تكن معروفة. وفي هذا السياق ما زلنا بحاجة للعديد من الأبحاث لتوضيح الآلية الدقيقة التي يؤثر بها الإجهاد المالي على هذه المعلمات فوق الوراثية وشرح هذه العلاقة بالتفصيل. أما الآن فليس في وسعنا إلا التمني بأن يتسنى للعلماء الوصول إلى طريقة فعالة توقف من إخلالها الشيخوخة بأسرع وقت ممكن.